يلا يا حبايبي، يلا خش البيت ده، يلا بسرعة. الله الله، البيت ده حلو قوي، عجبني. الله، اخيرا جبنا بيت جديد، ده انا زهقت من البيت القديم. ايوه فعلا، البيت ده شكله حلو قوي، احلى من البيت اللي قبليه. ايه رأيك يا ايميلي في البيت؟ حلو يا ماما. طيب يلا تعالوا نخش، انتوا مستنيين ايه؟ ايوه يلا يلا، انا عايزه اتفرج عليه. يلا انا مشجعه قوي. يلا يا بنات، يلا اطلعي يا اما، اطلعي يا ايميلي. ايوه، حاضر يا ماما، انا مشجعه قوي، انا هطلع اول واحده. يلا يا حبايبي يلا، احنا عايزين نتفرج على البيت، بس خليكم ماشيين كده معانا عشان ما حدش يكسر حاجه. بابا طب هي فين اوضتي؟ انا عايزه اطلع. ما احنا هنتفرج على البيت دلوقتي. لا انا عايزه اطلع لوحدي فوق الاوضه. طيب ماشي يا حبيبتي، اطلعي فوق كده ممكن تشوفي. يلا اختاري الاوضه اللي عاجباكي. مالك يا ايميلي، في ايه؟ ماليش يا ماما، البيت مش عاجبك؟ لا حلو، انا حاسه في حاجه غريبه في البيت ده، مش مرتاحه. اهي دي اوضتي، لونها حلو عاجبني. خلاص انا هطلع، حتى اطلع حاجتي وارص الدنيا كده احسن، ورصيت عرايسي كمان، حطيت حاجتي كده. البيت حلو اوي بس برضه مش مرتاح. حلو، غريبه قوي، هو البيت مش عاجبها؟ مش عارف والله، حسيت كده برضه بنظرتها كده، وحسيتها حسيتها مش طايقه البيت كده، مع اني شايفه ان البيت حلو وكبير. ما تسيبوكم من ايميلي ويلا نتفرج على البيت. طيب ماشي يلا. الله، المطبخ حلو قوي يا ماما، الصاله حلوه قوي. الله، ايه ده؟ ايه يا اما، في ايه؟ مالك يا ايميلي؟ ماليش، روحي روحي لماما. طيب انا طالعه اتفرج على اوضتي، هي اللي صحيح الاوض فوق. الاوض فوق. طيب الله، يلا يا ماما، يلا يا بابا. نفسك تشوفي اوضتك؟ طبعا. ايوه طبعا، باباكي عملها لك ديزاين حلو جدا بجد يا بابا. ايوه يا حبيبتي، يلا تعالي بقى نتفرج على الاوضه فوق. الله، ايه الاوضه الحلوه دي؟ الله، عجبتني قوي، تحفه تحفه تحفه، جامده بقى قوي يا بابا، جامده. ايه رايك بقى يا حبيبتي؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك، تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا بابا. احنا نسينا نوريكوا اوضتنا. هي فين ايما؟ انت ايميلي، انت لما دخلتي اوضتها لقيتيها؟ لا انا نزلت تحت في الصاله لقيتها قاعده عند الركنه دي. طيب ماشي، ابقي روحي انزلي نديها، ولا احنا نروح نشوف اوضه ماما؟ طيب ماشي. ده ورا سر، حتى الكلب اول ما كنا قاعد يهوهو بطريقه مش طبيعيه، هم فكروه فرحان، بس هو في حاجه مش طبيعيه في البيت. بابا، ايه جبتي ايميلي؟ ايوه جد، بس بالعافيه. خلاص المهم انها جت. ايه يا ايميلي، مالك يا حبيبتي، مالك وشك مقلوب لي كده؟ ماليش يا بابا. يلا يا اما، مش قلتيلي هنشوف اوضه ماما وبابا؟ طيب جاي اهو، انت هتيجوا معانا ولا ايه؟ لا فرجيها انت. طيب تعالي يلا يا ايميلي. هنزل انا هروح اوضتي. ايه ده اما، ايميلي انت رايحه فين؟ ايميلي ايميلي، ايه يا ايميلي، عجبتك الاوضه؟ البيت كله حلو. ايميلي في حاجه مش طبيعيه فيها، انا لاحظت كده برضو. وانا كمان. يلا يا ماما بقى، جهز لنا الاكل عشان احنا ميتة. الاكل جاهز اصلا، انا مستنياكم من بدري، يلا تعالوا ننزل. طيب ماشي يا ماما، يلا يا بابا، انا جايه. اما خلاص كفايه التلفزيون، يلا نطلع ننام. طب انا عايز اقعد. لا خلاص يلا، حتى ايميلي سبقتك. ماشي يا ماما. طيب ماشي يا بابا، تصبح على خير يا ماما، تصبح على خير يا بابا. وانتي من اهل الحمد. وانتي من اهل. بعد 40 سنة جوالي ضيوف جداد، وياريتهم اثنين او واحد، لا عندي حيلة كاملة، الله ده انا بموت في اللعبة جدا. الله ده في اثنين هنا، واحدة هنا واحدة هنا، ابدا بمين الاول؟ ابدا بمين الاول؟ انا هبدأ بالصغير الاول. ايه ده، انا زي ما خدتش مني ان في كلب. الحمد لله العب معاه شوية، انا بحب اللعبة جدا. Hup, 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 hup
بخاف من الكلاب علشان تبقى عارف. مش بخاف منهم. العب مع الكلب شوية وانا سمعت صوته وهو كان بيهور بالليل، بس اكيد كان جعان يعني. انا حالت نزل العب معاه واكله. الكلب كان صوته بيهور جامد امبارح بالليل، يا ترى ايه اللي حصل؟ انا هغير هدومي وانزل اشوف ماله. فلاش فلاش انت جعان، يلا تعالى. ايه ده فلاش؟ فلاش ايه اللي حصل لك يا فلاش؟ فلاش فلاش ماما بابا.